قال عداس إنه من قوم سيدنا يونس. فمتى بعث سيدنا يونس؟ بعث سيدنا يونس نبيا في القرن الثامن قبل الميلاد. وما معنى قبل الميلاد؟ يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. يعني ذلك أن سيدنا يونس جاء قبل سيدنا عيسى؟ بالطبع، سيدنا يونس يعود نسله إلى جده الأكبر بنيامين. ومن هو بنيامين؟ افتح سورة يوسف لنعرف من هو بنيامين. قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. صدق الله العظيم. تقصد أن أخ يوسف في هذه الآية الكريمة هو بنيامين الجد الأكبر لسيدنا يونس عليه السلام؟ نعم، فيونس بن متى هو من نسل بنيامين أخي يوسف وابن يعقوب. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للفتى عداس أخي يونس، فماذا قصد بأخي؟ قصد أنه أخوه في النبوة. وهل كل الأنبياء إخوة؟ بالطبع، آخى بينهم دين واحد هو الإسلام. وهل كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام؟ نعم، ألم تقرأ قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ صدق الله العظيم. الدين واحد منذ خلق الله آدم عليه السلام، نعترف بالله إلها واحدا ثم نسلم له أمرنا فنتبع ما أمرنا به ونبتعد عما نهانا عنه. وهل كان سيدنا يونس عليه السلام من أهل نينوى؟ كان يونس من أهل نينوى، ويقال إنه من أم يهودية كانت من سبي الملك سرجون الثاني في إحدى حروبه مع اليهود. وجد الأشوريون قبل المسيح عليه السلام بسبعة آلاف عام، سكنوا العراق وسوريا وتركيا وإيران. هم من سلالة سام بن أشور، هزموا جيوشا كثيرة وأسسوا إمبراطوريتهم وحضارتهم العظيمة. وفي القرن الثامن قبل الميلاد حكم الأشوريين الملك سرجون الثاني وابنه الأمير الشاب سنحاريب. اتخذ سنحاريب من مدينة نينوى في شمال العراق عاصمة جديدة لمملكة الأشوريين، شق فيها عشرات القنوات التي تتفرع من نهر دجلة لتروي حدائق المدينة الشاسعة. وبنى معبداً كبيراً لعبادة الإلهة عشتار، فقد كان الأشوريون للأسف من عبدة الأصنام. وافتتح سنحاريب مكتبة نينوى العظيمة، ووضع فيها من المخططات كل ما جمعه من ثقافات الشعوب التي غزاها مع أبيه، وكان من أبرزها مؤلفات حضارة البابليين أكبر أعداء الأشوريين في ذلك الزمان. وأكثر ما اهتم به الملك سرجون هو قصره المهيب المشيد الذي بناه على ربوة بارزة في طرف المدينة، ومهده بطريق الأسود الشهير. فقد كان ابنه الأمير سنحاريب بقدر شراسته في الحروب يهوى صيد الأسود.